السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اضيف هيدر اند فوتر في الانسان؟ اول حاجة بعملها بروح لقائمة انسر، الاقي هنا هيدر اند فوتر، بدوس عليها بيبدأ يجي لي هنا، اقدر اكتب اي كلمة مثلا زي ان شاء الله. تقدر تضيف جزء هنا جزء هنا جزء هنا زي ما انت عايز. ده كده احنا ضفنا كلمة في أول صفحة. طيب وأقدر أنزل هنا، هلاقي هنا فوتر، أقدر أجي هنا أقول إيه زي إنت مثلا. دي معناها كده إن اللي أنا كتبته هنا هيظهر في كل الصفحات، أي صفحة فيهم من لما يجي يكتبها هيطلع لي في السطر اللي فوق ويطلع لي في السطر اللي تحت.